استشهد اليوم الشاب المقدسي وليد الشريف ذو الثلاثه والعشرين عاما متاثرا بجروح اصيب بها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي في, جم... في الجمعه الثالثه من شهر رمضان في المسجد الاقصى المبارك الشاب الشريف من سكان بيت حنينه كانت حالته وصفت بالحرجة والصعبة حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ وكسور بالجمجمة إذ تعرض للاعتداء لحظة اعتقاله من قبل قوة الاحتلال وفي بداية الاعتقال لم يصل الأكسجين إلى الدماغ لمدة عشرين دقيقة ما أثر على خلايا المخ وعلى مدار الأيام الماضية لم يطرأ أي تحسن على صحته